ماشي سنوات، راه سنوات الحمد لله. مركب محمد الخامس كيبقى من احسن التيرانات اللي كاينين في المغرب. عندي فيه ذكريات، واحد العامين مع فريق الرجاء البيضاوي لعبت فيه واحد الفينال، خديت شي ديكوب مع الرجاء الحمد لله. دابا عاود بحال كتحيي الذكرى ديال التيران وهادي صافي هادشي هو اللي راه بالفعل. انا راه لعبت في الرجاء ومع الجمهور حضرت ثلاثه الاغاني، دوك ثلاثه الاغاني منهم نسهر بالليل كنت كنسمعها وانا لاعب، منهم في بلادي ظلموني كنت كنسمعها وانا لاعب، وكنت كنسمع لواحد ديسك حتى هو في الرجاء البيضاوي ديال داوي خاوي حتى هو لعبت تحت منه، كنت كنسمع داكشي وانا لاعب. دونك داكشي ماشي غادي يحيد، دا غيبقى دائما واخا نسالي من الكره غادي يبقى داكشي. هضره في الرجاوي انا ملي ديت مع الرجاء البيضاوي هذوك الالقاب ولات كتعجبني الرجاء و بريس وليت وداد رجاوي 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 جمهور فريق الدفاع الحسن الجديد دائما مساندنا كاع المقابلات مساندنا. الا شفتي كونتر بركان، الا شفتي كونتر حد سوال مشاو البرشيد، الا شفتي في الماتش الاخير كونتر الماس كيدخلوا كيشجعوا كيشجعوا مزيان. انت شفتي اليوم ضد فريق الرجاء البيضاوي كيفاش جا وساند الفريق ديالو، لكن كتبقى الكره وهادي تانيلات في الاول ضربه جزاء ما بين انس وزكريا رجع فيها حكم الفار، جاتهم الرجاء بالاريتي استطاع النهيري يسجلها، حنا جاونا واحد جوج اوكازيون الاولين انس زنيتي عاوتاني كان في في في, في بالمرصاد ليهم. ايوا كتبقى كره هي هذه، حد موفق للفريق الرجاء البيضاوي. نتمنى حد اوفر الدفاع الحسن الجديدي والقوا ديما مغاربه وتبارك الله عليك.